مشاهدينا والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. الجولة الاقتصادية ورجاء رمزي، إليك رجاء. شكرا يوسف، شكرا فاطمة. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف الحالي لتوافر السلع وأرص ضغطها الاستراتيجية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أطلع رئيس الوزراء على موقف الاحتياطي الخاص بالقمح والسكر التموني وأرصدة الزيت والأرز، كما اطلع على الاتفاقيات التي تم عقدها مع أوغندا على توريد كميات من اللحوم الحية والمجمدة، وذلك في إطار تنويع مصادر الحصول على اللحوم. تتواصل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات ورشة العمل الثانية من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب. يأتي انعقاد الورشة اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة وفي إطار تمكين الشباب والمرأة ودعم الفكر الابتكاري للشباب. احنا بنشتغل على ريسايكل ارت، واهم حاجة بالنسبة لنا اللي هو بنرسخ في وجدان الشباب الفكرة بتاعت البولوشن او التلوث بتاع البلاستيك، فازاي ان الفن بيخدم البيئة. واحنا في تبع المبادرة بتاعت Sustainable Art and Human Development Initiative او مبادرة الفن المستدام وتنمية الانسان. شغالين على الفن اعادة التدوير وفن الفن المستدام، يعني ده التوجه العام في الدولة، احنا بنحاول نواكب ده. غيرنا خالص الخامات اللي احنا كنا بنشتغل بيها، شغالين بخامات جديدة. يعني يهمنا ان احنا يكون لينا دور في الريسايكلينج وفي الحالة اللي احنا شغالين فيها، مطلعين شغل الحمد لله، الشغل جميل. أكد وزير العدل المستشار عمر مروان حرص الدولة الجاد والمستمر على تحفيز وجذب الاستثمار في إطار خطط طموحة للتنمية الشاملة. جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار برعاية الرئيس السيسي. موضوع الإفلاس يمكن مش موضوع بديهي أن يجري الكلام عنه في إطار الاستثمار، الناس ما تحبش تسمع كلمة الإفلاس كتير، لكن الحقيقة إنه القضية مش مجرد إفلاس ولكن إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، وده موضوع في العالم كله موجود ومهم جدا. وكلما كان النظام القانوني في البلد قادر على إدارة عملية التعثر ومساعدة الشركات على أن يعاد هيكلتها عشان ترجع تاني في السوق منتجة ومشغلة، كلما كان ده من أهم أركان نجاح سياسة الاستثمار بشكل عام. لا شك أن أول تعاون يكون في التشريعات نفسها، تجارب كل من الدولتين سواء كان في تحسين التشريع أو حتى في بيان أوجه الإيجابية والسلبية فيما يتعلق بالتجارة، من خلال بيان أوجه الاستثمار كيف ممكن نفعل القانون بحيث أن يكون أكثر سرعة وأكثر إنجاز وأكثر دقة من خلال كافة المجالات التجارية. بداية أنا ممكن أقول أن أفتخر كسفير بريطانيا، أفتخر بالشراكة الاستراتيجية ما بين مصر وبين بريطانيا في مجال النمو الشامل. فالنمو الشامل يحتاج ماذا بالضبط؟ يحتاج طبعا هيكل للقوانين وهيكل ثابت لتطبيق القوانين هنا في مصر وفي المنطقة بشكل عام، وعن طريق هذا الهيكل وعن طريق هذه القوانين نستهدف إلى النمو المستدام. شاء
شهد وزير البترول طارق الملا توقيع مذكرة تفاهم ما بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس، ذلك لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأكد الملا عقب التوقيع أن هذا البروتوكول يمثل نموذجا متميزا للتعاون ما بين أجهزة الدولة، يأتي في إطار برنامج الدولة الطموح لتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا للزملاء فاطمة ويوسف، فإليكم. شكرا لك رجاء رمزي على هذه الوقفة الاقتصادية.